خلص حاحكي. انا تحجبت تقريبا الحمد لله مش 10 سنين، فدائما كنت تواجه صعوبات انه لالاقي تياب للمحجبين. تلاقيها صعبه انه تعملي ترانسفورميشن اول ما تتحجبي، انه تلغي كل الايديا فاشن من راسك لتصيري فاشنلس. عشان كل ما يصير مثلا عندنا عرس كل بنت محجبه بصير عندها بانيك اتاك، شو بدها تلبس وكيف بدها تحط حجاب وين في فستان للمحجبين. لما انت ما تلاقي بلوزه طويله بتضطري تقصري البلوزه عشان منها موجوده. الفاشن ليدرز اللي عاده هن دي سات ترندز، انه منهم عم بيعملوا اشياء للمحجبين سمبلي، يعني مثلا البراندز الكبار اللي بيعملوا فاشن شوز وهيك وبينزلوا بداعة والعالم بتقلدها، اصلا منهم عالم لا مسلمين ولا عالم محجبين حتى لا يعملوا كيترينج لماركت هالماركت تبعتنا. انه العالم بتلاقي كونتراديكشن كثير كبيره، انه انت اذا بتحجبي ما فيك تكوني فاشنبل، عشان الفاشن والحجاب دي دونت جو توجذر. هذا الشيء مش مزبوط، عشان بفاشن ما عم نحكي انه لازم تكون وحده لابسه ضيق او لازم تكون وحده مفصل جسمها او لازم تكون، لا، فاشن از كولرز، فاشن كود بي اي شيء ثاني، عرفتي مثلا نوع عيد سكيرت تكون بطريقه معينه. ففاشن وريليجن او فاشن واسلام او حجاب اكيد جو الونج. قلت انه ليه ما بنعمل شيء للمسلمين يكون كمان فرانشايز ويكون موجود بكل بلده يعني فيها مسلمين، وطلعنا باسم اسمه بوكيتا. شو بوكيتا؟ بوكيتا هي it comes from the bouquet of flowers، بالعربي باقه، وهي الفكره انه نحن عم نقدم للبنت المحجبه اوكي باقه من الالوان، باقه من الكولكشنز، من الايتمز كله مع بعض لتصير عندها كولكشن. فكرنا انه لو نطلع بحجاب بلا دبوس. عملنا اختراع، اخذنا براءة اختراع باي ذا واي اكثر من 44 دولة. نحن الاونلاين ستور صارت العالم تجينا من هيدول كثير كومن، بس يو اس، كندا، سنغافور، ماليزيا، اندونيسيا، انه مثلا في محلات ما بتتخيليها، سبين، ايرلند او وات ايفر، يعني عالم ما بتتخيلي فيها مسلمين بتطلب حجابات. انه اذا عم بعالم كله عم بيطلبوا هيدا الشيء من افري وير ان ذا وورلد، يعني في نيد افري وير ان ذا وورلد، اتس ذا سيم نيد. وهو شعور الغريب انه تلاقي انه انت هلا البوكيتا الحجاب اللي انت عملتيه موجود بكل هالبلدان، يعني عم كايند اوف عم تعملي يونيتي بين كل هالمسلمين. فاذا انت جيتي وقدمتي للناس شغله شرعيه بنفس الوقت ستايل، ما بحس العالم حتمانه، بالعكس يمكن تلاقي هالكونفرجن للعالم عم تلبس شرعي اكثر، عشان انه اذا انت لقيتي الشيء اللي انت بتحبيه بس نفس الوقت مغطي او شرعي، ليه بدك تقولي لا؟ انه انا بدعي العالم صراحه انه لما انتم يكون عندكم ايديا، خصوصي شغله بتفيد المسلمين، بتفيد الأمة تبعتنا، شيء من بالآخر نحن ما نترك شيء ورانا بهالدنيا. ولما يكون عندك دريم ما تفكري إنه أوكي so what if it's big، ليه ما يتحقق، عرفتي؟ إنه ما في شيء صعب، خصوصي إذا عم تعملي شيء كمان لوجه الله، يعني أبدا ما صعب، عرفتي؟ عشان الله بيسهل لك كل شيء، بتلاقيه عن جد عم تتيسر.